لا بقى القطاط يعني الريحاني الريحاني سوري الريحاني البخنو ده ظهر اكتر شويه على اساس بيقسم الرقبه من هنا ومن هنا لو مش موجود ده يبقى الحمام ده هو مش ريحاني بقى كذا غندي كذا خانجي طب ما ده معلومه تاخد بالك والحمام ده لازم ما يبقاش مخرخن ما فيش اي اساس ما فيش خلاخيل ولا حاجه للريش الابيض والكلام الفاضي ده تاخد بالك وعليه ختم النسب حسين مهدي حسين المهدي لا يعني من الحمام الجميل يعني انا ده النواعم الحلوه يعني انا احب النواعم دي قوي يعني شوف الوش ولازم الوجن دي خد بص الوجن شايف الوجن دي لازم يطلع كده شايف الوجن دي ايوه الوجن دي ده من الاساس ناس كتير افتقدت الحاجات دي بالناحيتين بيبقى من الناحيه دي والناحيه الثانيه شايف الوجن دي ايوه في حاجه تانيه على طول على طول هات صوف خد طلع هات الاثنين اللي جنب بعض انا هي ده شايفك واحنا هنمشي تاني شويه اقف كده تقف شويه خلال على الانترنت ده اصفر ورق عيني بيضه عظم مكنير بالقوره تلاقي فيه الهدب الهدب ده اللي هو بيبقى على حرف الريش استنى بص يعني لما تمسكه يشد الريش ده يعني اساسيات يعني طبعا ده بيدل على طوله بيدل على طوله الهدب ده الهدب ده اللون ابيض بص الهدب عامل ازاي يعني من الاساسيات يعني طبعاً. في الحمام طبعاً. في اللصف طبعا لسه الحمام طالع من القرش لسه ده كله قرابيب اهو كله طالع من القرش انت عارف كويس بص لون العين عامل ازاي شفت الكنيره هاي كنيره ورقوره حلوه بتاعته ايه ده كده يا دواء هنصورك هنديك شلم بعد ما تخلص حطه في البوق ده برضه اصفر بص الهدف شايف الهدف دي من الاساسيات بتاعت السفر يعني ده عيل صغير المهم ان ما يبقاش في اي نمشه مفيش اي حاجه غير الابيض ويبقى بالقوره زي ما انت شايف كده والعينين البيضة والعينين البيضة واصله العينين عندك خش يا لو تقدر طب وفي حاجة بقى صفرا؟ حاجة صفرا؟ في حاجة تانية في الأصفر نفس الكواليتي؟ لا لا ما عنديش الأصفر خالص ليه؟ ما هو أصل الأصفر ده بيت وده بيت ما احنا عايزين بقى البيت الأصفر برضه ما نصوره ما بحبش يعني ما فيش حاجة خالص ليه؟ عندي حاجات تلاقي بنهد صفرا كده طيب جميل حط بقى صوره في القفص عشان نشوف طوله كده صوره في القفص انا هخليه يصوره في الباب في الباب حلو عشان هو معاه خش بقى صوره في الباب هنا خش خش يا حسين كده ادي لك الطول بتاعه ايوه واقع بقى زي ما انت عايز بس ادينا كده يا تمشي يا الناحيه الثانيه ايوه كده حلو ده حلو دي جميل ايوه كده وحاطط رجلك على السجن اللهم صل على النبي شو عامل شو صوره حلوه صح صوره حلوه بص عظمه قصير ازاي لا جميل على فكره دي من النوادر هنا في مصر دلوقتي بتاع ايوه ده يتعمل زي البنفسجيات عندي مجنون على الريش ده اسمه ايه؟ ايه؟ الريش ده اسمه الهدب الهدف ولازم يبقى ريشه مورق ما هو بيتقال عليه اصفر ورق اصفر ريشه يبقى مورق كده نازل على جنابه زي ما انت شايف كده بص الريش عامل ازاي الريش ده بص تلاقيه طويل ومورق كده لتحت ايوه ما بردك الزرقة قطيفه كده والزرقة قطيفه من ضمن المكنيرات برضه ما هي هو الاساس برضه خش على وهو دول الاساس ولا نايس
واحده صغيره بس فيها تقل. اه هو ده اللي ابيض ما فيهم لون جبتتهم ولون عينيهم وكنيرتهم بالقوره دي اللي افتقدوها الناس فعلا. افتقدوا الناس السفر دي. عظمه الله يخليك. يعني هو هيقول لي انا عايز اجيب الكاميرا من تقريبا من هناك. لا ليه مفيش حد من التلفزيون يعمل وراك؟ قولي يا جدع عبد الله ليه ما بيجيبوا ما بيعملوش كده؟ بصور السكرتات طبعا. برق سكروتا دي من الاكواب الحلوه برضك، والمقر المقرطس ده ها المعظم المقرطس ده شاب يا حسين المجد. شاب شبابات كلها هنا شبابات مش عارف انا بس اجيب السيت بتاعته عشان بيجيب الوش وات العين هاي ما جاب التكسير كله عشان كده بيركز يعني لان الحمامه بتمشي بتضيع منه فبيقعد يستنى لغايه ما تيجي الوضع بتاعها. يعني انتوا ايه اللبن الاحمر ده خلاص؟ لا مش في ابيض خالص مصر كلها يعني بيبقى احمر زي يعني لون المرقعات جبته حمرا. لا نفس التوب نفس التوب التقرير ده بس احمر. هو بيقول لك السكروت اصلا لازم يكون لون المشمش لا يعني غامق غامق وتوب وغامق ولك يعني ده دي لك كل ده اصلا انا تعبت قوي. انا هجيبها لك على اللاب دلوقتي اقفل الباب بتاعنا. تعبت قوي يا ابو ماجد عشان انظف. انا اللي بنظف يعني انا عندي صغير كمان شغله كبيره قوي قلت لها ما تعرفيش دلوقتي. قلت لك شغله كبيره قوي قلت لها ما تعرفيش دلوقتي. الحمام ما هم بياكلوه. اصل ابن اختي بيبقى شغال يوم الاثنين كل يوم ويوم الجمعه طول اليوم فاليومين دول الام بياكلوه. ما شاء الله ده من تحت. ما اخش على الاخضر ده ولا ده؟ الاثنين. ورايك في الخنفس ده؟ ايه؟ البول الخنفس. خنفس يعني ايه خنفس؟ بيبقى منقاره زي الصوافه كده. احنا اسمها خنفس والله. لا خنفس ده نيو بريد دلوقتي ده بقى له مده ما سمعتش بيه. انا اول من عمل مفيش اخبار مفيش اخبار معارض. انا اول من عمل الكلام ده يعني اول واحد انت عملت الخنفس. طيب امال بتقول لي ما ايه الخنفس بقى ليه؟ ايوه بس مش في الغيه يعني عشان كده بعدت عنه. لا ده دلوقتي انا عامل سايد جود. سيد جود انا تشوف الفيديو هنا تشوف الخنافس بول صدقني لازم اتفرج عليه. حرام ده ملوش لازمه اسمه معمول. لا يعني بس ماشي انا بقول لك انا اللي كنت عامل مصنوع بس طب ونازل على النت على الشريط اللي هو بتاع سعيد مرتاح الكلام ده محدش مش هيك الغير يعني زي ما انت شايف. طبعا ابل اخضر سحنته حلوه قوي خدوده مشعلقه ها لونه رايق ما فيهوش تقريش ها حمايكو دبك اسود يعني فرد جميل يعني تحب تبص له. عينيه مظبوطه طبعا. يلا هو صاحبي هو على فكره. لا ما انا بجيبها كلها عشان اخد لها كادر بعد كده. لا ما نعمل لها لك استلاف. لا تصوير. ما تيجي معانا المنصوره بكره ماشي.
مشكلة نشوف. أشوفك أنا حاضر. والله هتديني الكاميرا أخدها هناك. لا خدها معاك مفيش مشكلة. برضه اسمه كلامي. دي فيديو، دي كاميرا فيديو. أها افتكرتها. لا بس هتطلع لك كواليتي عالية أوي يعني. أه ما هي حلوة. أنت بتقول اشتري دي بقى ولا تجيب ال أنا هقول لك بكرة أديك دي. لا. أه أنت عشان أخدها هناك يعني. أه لا ولا حلو بتاع. عشان كمان اللي فيها الفلاش ده كامل. بس اعمل لك صور. هاي. يعني اعمل لك ده وده. هاي يا عم الله يبارك فيك. في حاجه ثانيه هذا حلوه مصور فوق في جنب وراها في فوق في فوق بس عم تزوم خاصه بالاسوار في فوق. ما فيش روح ثاني في فوق. كمان انا جبت الجنج وركنت ما اعرفش هو طلع كده خليل طبيب او
ورث مخلط الحمام ده، بقول لك كان دخل ده على ده. فانا لما بقى خدت منه بقى الحمام اللي هو مش عايزه، مش لا طلعها بس ازاز، بس ازاز، بس ازاز يعني تمسكه كده شكل طويل حلو. فخدت ده مع اللي انا طلعته من ال وخدت ده يعني ايه بشغل بس انا بقى لسه 20% والله. ده لسه ده خليه يصور فين كمان. شوف اللون الرايق الحلو، ها ايوه اللون رايق، خدوده طويله حلوه، مقسومه بالنص والمسله، ها يلا هيبقى مش كتير على الحمام عشان الحمام كتير. هو يعمل لهم مونتاج بقى وكده. لا حد يلا خليه زي ما هو. قاعد بدون زين. وقفت على الصرافه كمان. صح؟ حلو هو يا اخي صيني حلو اهو. ولا ده نقش؟ ده برقبة خضرا. برقبة خضرا، طب ما الحاجات اللي هي النادرة يعني. ها؟ بيضة وجبت على بياض. جبت على بياض. وايه اخبار المرقعات والحمص اللي اتحملت حلو؟ صورها. مفيش حاجه تاني فوق عشان معايا الجنب حلو والنور. انا كده انا بديك بتاع الشغل. فول في بنيد فول برضه. اهو. اضحك علينا. بس عمري ما شفت بنيد فول. شكلني ولا ايه؟ مفيش. ايوه. روسي عندهم. انا عندي شكرا لك يا ابن عدو.
شاء الله يعني رب هي 4 ايام بكتير اول ما تلاقي هذا خط بعد الاكل بعد الاكل مع يعني بعد الاكل والجنجة والقرن هو ده حد شايل الشميره ده مع لما تديهم التاكل بالليل والقرن والصبح تديهم على الريق بقى جنجة وقرن انت صحيح بيدفى مش دفى لا انت بيوتي انت بيوتي احسن من التابس مع التابس ليه اللي زجينا موسى بقى ارسل صح ولا طبعا دي السلاكه بتاعت حسين ضد الطواير دي يا حسين طواير الطواير بقى يعني حاجه جميله قوي و ما صورناهم من عمره 10 سنين يعني بس مش دول بقى يعني دول اولاد ولاد اللي انت الصغير فدي حاجه جميله قوي مفسخة بيقولوا عليها مفسخة واسعة والخدود نازلة كويس وحمر كشكات وعنبره كشكات وإماريات كشكات وأشعيات بالدل الأزرق كشكات كشك
كل بتحب الحمام بقى شكل يا بركه تروح انت لو اي حد ما يهيك مصر جديد عن طريق زي مثلا زي الجنزبيل على فكره حمد كان غاوي حمام من زمان ايوه انا اعرفه من زمان زمان من قبل ما يروح قبل ما يهاجر ايوه من ساعه ما كان عامل هنا في البيت كان عامل هنا فوق البيت هنا. لا في البدرون جوه لا كان عامل بعد كده في البيت مجنون حمام ها لحم الوزار من الحاجات اللي انا مشهور بيها اصلا الريشه دي عشان امه اصلا كانت مرقعه فطلع بريشه من هنا وثلاث ريشات من هنا بيه فبيتقال عليه ايه مرقع بس الاهم من ده كله تركيبه عظمه عظمه حلو عظمه تقيل دماغه سليمه مفيش حته ورا ولا حاجه لونه زي الفل احمر بلح نجيب لك فرد حمام تاني برضه ده احمر برضو من الحاجات المميزة اللي شكلها جميل من الحاجات اللي بتعجب الغواي اصلا خامات الواحد يقدر يعمل منها اللي هو عاوزه ايه عنبري اسمر من الحاجات الجميلة عينيه لونها ابيض بسبب ان الكتف ده ما دام بقى فيه ريش ابيض لازم العينين تبقى فيها ابيض القدام كلهم عينيهم بيض بس بص التركيب عامل ازاي
من النوادر. يعني انا بقيت اتفضل.